مرحبا، يعطيكم العافيه. معكم دكتور طلال الهلاوي، انا استاذ مساعد في قسم مداوات الاسنان. محاضرتنا اليوم راح تكون عباره عن ديستيمك كلوجر وزدنتال كومبوزيت، اغلاق مسافات ما بين الاسنان باستخدام الكومبوزيت. طبعا كتعريف الديستيما، الديستيما هي اي فراغ ما بين سنين، سواء كان بالمنطقه الاماميه العلويه، لكن سواء كان ما بين اي سنين. طبعا هي اكثر شيوعا في منطقه الاسنان الاماميه العلويه، طبعا لها اسباب كثيره. حسب دراسات الوبائيه، حوالي عندنا حوالي 7% من الادلتس اللي هن بيعانوا من developments of diastema between their front teeth. طبعا لانه بمرحله من مراحل العمر، هنحكي على هذا الموضوع شوي تانية، بمرحله من مراحل العمر المسافات ما بين الاسنان قد تكون طبيعيه، لذلك نسبه 7% من الاسنان ممكن يكون هذا الموضوع موجود بدراسات الوبائيه لمعرفه انتشاره. هلا حسب التاريخ هذا الموضوع صراحة الموضوع هذا تاريخيا كان يعتبر ناحية جمالية، يعني سابقا كانوا يتزينوا بتفليج الأسنان. لذلك إذا بنرجع للتاريخ وأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنه هو نهى عن تفليج الأسنان، تفليج الأسنان هي فتح الفروجات ما بين الأسنان، إذا الموضوع كان شائع، إذا الموضوع كان يعتبر شيء من ناحية جمالية بيتغنوا الناس فيها، باختلاف هلأ الوضع حاليا تعتبر ناحية غير جمالية، والمرضى غالبا بيسألوا على موضوع إغلاق المسافات ما بين الأسنان. طبعا هذا الدراسة الوبائية ووجهة النظر عن الموضوع. كمان بدنا نعرف نحن ما هي أسباب المسافات ما بين الأسنان، وخاصة من منطقة الأسنان الأمامية. طبعا أول سبب من الأسباب هو عدم انسجام سني قاعدي، عدم انسجام سني قاعدي ما بين حجوم الأسنان وما بين مساحة العظم القاعدي. هذا رح يؤدي إلى وجود الفراغات، وطبعا هذا بيصير لما بيكون أو حجم الأسنان أصغر من حجم القاعدي، عظم القاعدي، أو مساحة العظم القاعدي أكبر مساحة الأسنان. سبب آخر هي غياب الرباعيات، وإحنا بنعرف إنه في عنا غياب ولادي للرباعيات العلوية، فلما بيكون في عنا غيابات فحتاخد الأسنان الأمامية راحتها وحتتباعد، وبالتالي حيصير عنا فراغات ما بين الأسنان الأمامية. مثال هاي حالة سريرة لمريض راجعني وبنشوف نحن كيف عنا الرباعيات غائبة، لذلك عنا مسافات ما بين الأسنان. العلاج المثالي لهيك حالة إنه نحن نحاول نعمل علاج تقويمي ونقوم بتقريب الأسنان الأمامية العلوية باتجاه بعض، وخلق مسافة كافية لأجل زرعات ولتعويض عن الرباعيات العلوية. طبعا هذا المريض ما كان عنده مجال، ممكن ساعتها نلجأ للخيار التجميلي من خلال الوجوه التجميلية بالكومبوزيت. فقمت بتغيير الأنياب إلى رباعيات وأغلاق المسافات ما بين الأسنان الأمامية. من الأسباب أيضا هي الأسنان الزائدة، وخاصة عند الدرز المتوسط رح تمنع اقتراب جذور الأسنان من بعضها، وبالتالي بضل عنا فراغ. اللجام سواء كان بالفك العلوي فيكون عنا لجام منخفض، سواء كان بالفك السفلي يكون عنا لجام مرتفع، وهو بيكون عبارة عن ألياف متصلة مع الناحية الحنكية تمنع انغلاق الأسنان أثناء بزوغ الأنياب واقتراب السنايا، فهذا اللجام بيمنع اقتراب الأسنان من بعض. وأفضل اختبار نحن ممكن نعمله إنه بنضغط على اللجام من الناحية الخارجية وبنطلع من المراية من الناحية الحنكية أو اللسانية، فإن حصل ابيضاض في اللثة في هذا المكان فهذا دليل على أنه عنا لجام فعال متصل مع ألياف عضلية سيمنع اقتراب الأسنان، وخاصة في مرحلة الإطباق المختلط يجب أن يدرس الموضوع بعناية شديدة. أيضا من الأسباب هي العادات السيئة مثل مص الأصبع، مثل وضع الأقلام في الفم، كلها هي حتؤدي إلى بزوغ الأسنان على قوس أكبر، وبالتالي خلق انخلاق وجود فراغات ما بين الأسنان. لذلك لازم نقدر نميز ما بين الفراغات المرضية وما بين الفراغات الطبيعية. من أهم الفراغات الطبيعية ما بين الأسنان العلوية الأمامية هي الفراغات في منطقة الإطباق المختلط، وخاصة قبل بزوغ الأنياب العلوية. كلنا نعرف أن الأنياب العلوية تبزغ في عمر 12 إلى 13 سنة، فلذلك يجب أن تكون فراغات ما بين الثنايا من أجل أنه تسمح مجال للأنياب أنه تبزغ. فلذلك إذا جاكم وراجعكم مريض وبكرة قال لك والله أو والد طفل عم تقول لك يا دكتور أنا متضايق من الفراغات ما بين أسناني، والولد كان عمره 11 سنة وطلعت ولقيت النابات الدائمة ما بزغت، من الخطأ بمكان أنه تغلق المسافات ما بين الأسنان في الأسنان العلوية، لأنه هي المسافة مطلوبة، لأنه ستشغل لاحقا بدفع الأنياب عند بزوغها لإغلاقها
فإذا تخيل أنت جيت سكرت المسافات ما بين الأسنان الأمامية العلوية بهذا العمر، تجي الأنياب لتبزغ ما بتلاقي لها مكان، فبصير عندنا مشكلة تقويمية وبصير عندنا بزوغ ديليزي للأسنان، فأنت بتكون ساهمت بعدم معرفتك بهذا الموضوع بخلق مشكلة عند الطفل من خلال حل مشكلة مؤقتة غير حقيقية لفترة مؤقتة من الزمن، وخلق مشكلة دائمة طول عمر المريض. لذلك يجب دراسة الموضوع بشكل جيد. هاي فيما يتعلق بالأسباب. خطط العلاج للمسافات ما بين الأسنان غالبا هي بتكون من خلال التقويم، وهو أفضل شيء لأنه لن يضاف ولن يزال أي شيء من الأسنان، لكن ممكن المرضى بيخضعوا للتقويم، أو قد يكون أحيانا عندنا فراغ بسيط، فمن غير المعقول بإمكان أنه نخضع المريض لوضع فراغات إغلاق الفراغات ما بين أسنانه بشكل كامل من خلال التقويم. ممكن أيضا وجوه التجميلية، وممكن ايضا يكون عندنا الحل غير وجود تجميليه اجراء حشوات تجميليه فري هاند كومبوزيت، وممكن يكون العلاج مشترك من خلال اجراء التقويم الى حد معين، وبعد هذا الحد المعين ممكن نحن نكمل بالكومبوزيت واغلاق المسافات ما بين الاسنان بالكومبوزيت، فيكون عندنا المعالجه مشتركه. طبعا هذا كله بودينا للنقطه اللي كنا عم نحكيها سابقا على الكومبوزيت وانواع الكومبوزيت، فهي تطورت بشكل كتير كبير وصار عندنا انواع جيده الكومبوزيت النانومتري اللي هي بتؤدي الى تعطاء جماليه والبولش ريتنشن مع الوقت. طبعا نحن بنقدر نرمم الاسنان بطبقات، ليش بنرممها بطبقات؟ لانه صرنا نقدر نحاكي الجماليه النسج الطبيعيه مثل ما انكم شايفين، فممكن نرمم ونسكر المسافات بطبقتين، او ممكن نلجا لتلوين الاسنان بعده الوان لنحصل على اللون للاسنان. لون الاسنان دائما لازم نعرف انه هو عباره عن مزيج من الميناء ومزيج من العاج، العاج يزداد صفرة مع مرور الوقت، الميناء تزداد شفافية مع مرور الوقت، تتغير هذه المعادلة. لذلك بدنا ننتبه لموضوع الألوان، لا ما عاد عندنا اللون هو لون A1 A2 B1 B2 مثل ما كان سابقا، هو عبارة عن مزيج من عدة ألوان لنحاكي النسج الطبيعية والموضوع شفافيات وإلى آخره، يحصل على نوع جيد أو لون جيد. وأحيانا قد ما نقدر نحصل على اللون اللي بنحسه صحيح، فممكن نحط طبقة من الكومبوزيت نصلبها ونشوف هل اللون اللي اخترناه هو لون صحيح، سواء على المنطقة العنقية سواء على المنطقة التاجية، أخذين بعين الاعتبار أن لون الكومبوزيت يزداد فتاحة بعد التصليب. أنا ما عم بحكي على الكومبوزيت بعد الاستخدام، بعد الاستخدام رح يتلون. إذا بدي قارن لون الكومبوزيت ما قبل التصليب ومباشرة لون الكومبوزيت مع بعد التصليب، بنلاقي أن لون الكومبوزيت فتح شوي صغيرة، والسبب هو تخرب الألفا ديكيتون الكامفركينون اللي هو لونه أصفر منشان تتنشط عملية التصلب أو التفاعل التصلبي. إذن ترميم على طريق الطبقات. من أهم الأرمامنتاريوم اللي لازم يكون عندنا لما نسكر مسافات ما بين الأسنان هي البياكوليس أو أدوات القياس، لحتى نقدر نعرف أبعاد الأسنان وقديش بالتالي إحنا بحاجة لنضيف من كل سن. فمثال لما يكون عندي فراغ ما بين الأسنان الأمامية العلوية، فأنا أول شيء بعمله هو بقيس وحشية ثانية لوحشية ثانية، فلنسين قلنا طلع عنا 20 ميلي، فبالتالي بعرف أنه كل سن يجب أن يشغل مساحة حوالي 10 ميلي أو 1 سنتي، ومن قيس كل سن على حدة. خلينا نفترض أنه السن مثلا الثانية العلوية اليسار أسنانها طلعت 8 ميلي، بينما الثانية العلوية اليمين طلعت 9 ميلي، فأنا بعرف أنه أنا بحاجة أن نضيف 2 ميلي على هذا السن و1 ميلي على هذا السن لحتى أنا أعطي التناسق والانسجام في حجوم الأسنان. قاعدة تجميلية أخرى، إذا كان عرض الكناين الكلي هو عبارة عن سين، فبيكون عرض السنترال هو 1.15 سين، وعند عرض اللاترس 9 سين. طبعا في عندنا معادلة تجميلية سابقة حكينا عليها، هي إذا كان الجزء الظاهر أو الرباعية عرض سين، فالثانية بتكون 1.6 سين، والجزء الظاهر ما بين الارتفاع الأنسي للارتفاع الدهليزي للأنياب هو 0.6 سين. أو لما بيكون عندي عرض الناب من الأنسي للوحشي سين، بيكون عرض الثانية من الأنسي الوحشي 1.615 سين، وبيكون عرض الأنسي الوحشي للربعية 0.9 سين. قاعدتين تجميلتين فيكم تاخدوها بالشكل بتكون يا نقاط التماس بين الثانية والثانية 50% من طولة، ما بين الربعية والثانية 40%، ما بين الناب والربعية 30%، كلها نواحي تجميلية، وعرض طول السن حكينا سابقا لازم يكون 75-80%. وهي القاعدة من أكثر القواعد التي يخل بها أثناء عملية إغلاق المسافات ما بين الأسنان بالكومبوزيت، اللي لازم نتغلب عليها من خلال الخداع البصري. برجع أقول لكم نحن حنعرض السن، فبالتالي قد يكون هو السن أساسا عرضه لطوله 75-80%، لما نحن نعرضه ممكن يصير 1:1، فبالتالي يبين السن بشكل مربع،
ناحية جمالية غير مقبولة، لذلك ممكن نتغلب على هذا الموضوع من خلال خداع البصري. حأثبت لكم هذا الموضوع، اطلعوا عندي وقلوا لي أنا أطول، 1 لـ 2 أم 3 لـ 4؟ الطول المستقيم 1 لـ 2، من نقارنه ما بين 3 لـ 4، مين الأطول؟ بتوقع للوهلة الأولى حتقولوا 3 لـ 4، لكن حقيقة هن بنفس الطول، والسبب انه العين متعودة دائما تشوف الامور بالشكل الطولاني. نفس الشيء 1 لـ 2 اطول من 2 لـ 3 ام متساويين ام 2 لـ 3 اكبر اطول؟ للوهلة الاولى منظن انه 2 لـ 3 هو اطول من 1 لـ 2، بينما هن اثنيناتهم نفس الطول، والسبب ما هو العوامل المحيطة بالشكل. فالعوامل المحيطة بهذا الشكل توحي لنا انه 1 لـ 2 هي اقصر من 2 لـ 3، لذلك علينا باللجوء للخداع البصري من اجل خداع او عدم اظهار السن عريضا بالرغم من انه نعرضه. مثال على ذلك، لما بنعرض السنين وبيكون عندنا اغلاق لهذه المسافات، فنحن بدنا نطلع ما هي الاجزاء الوحشيه من السن التي يمكن سحلها قليلا من اجل عدم انعكاس الضوء على هذه الاماكن وارتدادها على العين من شان ما نشوفها. فاذا نحن سحلنا هذا المكان من الجهه الوحشيه، حيجي الضوء بهذا الشكل وينكسر بهذا الشيء بهذا الاتجاه، وبالتالي لن يدخل الى العين، وبالتالي ما رح نقدر نظن انه هو عريض، وبالتالي القسم الظاهر عرضا هو القسم المضاف عليه، وبيضل عندي قاعدة 75 لـ 80%. ايضا لما انا السن بدي اياه يبين عريض، فانا بسوي الصفحة الدهليزية، لما السن بدي اياه يبين اضيق بعمله محدب، وهي كمان قاعدة كتير مهمة لها علاقة بانعكاس الضوء وانكساره، لانه القسم اللي نحن بنشوفه هو القسم اللي بيجي على السن وبينكسر وبفوت لعيننا. فكل ما كان كمية الضوء المنكسرة كبيرة، كل ما كان هذا الموضوع له علاقة بحجم السن اللي احنا بدنا نشوفه الحقيقة. خرجيكم مثال من حالة سريرية لمريض راجعني، ومثل ما لكم شايفين عنا فراغ كبير ما بين الرباعية وما بين الثانية. حقيقة المريض كان عم يعاني من هالفراغ فترة طويلة، عمره كان 55 سنة، بس هلأ رغب انه يحل المشكلة. طبعا بجلسة واحدة لا نستطيع نقدم الكثير لهذا المريض الا عن طريق الخداع البصري. تخيلوا انا بدي اعرض هذا السن قديش بدي عرضه، هذا السن قديش بدي عرضه، وهذا السن قديش بدي طوله لحتى اقدر احصل على ناحيه جماليه مقبوله. بجلسه واحده قدرنا نوصل على هذا الشكل. طبعا تيجي بتطلع للوهله الاولى، هي العلاج ما له مثال، بس المريض كان ساتسفايد ومقبول. اذا بيجي تطلع انا شو عملت، انا فعليا لما عرضت الثانيه عرضتها بشكل مائل، ولما عرضتها وهي مائله للداخل، ونفس الشيء الثانيه الاخرى عرضتها بشكل مائل الى الاعلى، يعني خليتها اللي فوق تنزل لعندها واللي تحت تطلع لعندها، وايضا تم التعريض بشكل مائل للداخل، فانت للوهله الاولى ما بتحس الاسنان عريضه كثير، بينما حقيقه هي عريضه كثير، لكن عن طريق الخداع البصري. فهي كانت الحاله قبل، وهي كانت الحاله بعد، وكانت النتيجه مقبوله. طبعا قبل ما نبلش بالاجراءات العمليه بالاغلاق المسافات ما بين الاسنان، ننتبه انه احنا لازم ننظف الاسنان بشكل جيد، وخاصه بمسحوق الغفان لحتى ننظف بشكل جيد. في عندنا شيء اسمه موكب، يعني بمعنى ثاني المريض دكتور بسالك سؤال، دكتور يا ترى حتطلع النتيجه التجميديه حلوه؟ هل انا برايك حكون الـ 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 الناحيه الجماليه مقبوله بالنسبه لي ولا غير مقبوله؟ هذا سؤال صعب كتير، لانه انت ما بتقدر تعرف شو الاكسبكتيشن تبع المريض، وانت حدود الحاله الجماليه انت اللي بتعرفه وانت بتحددها. فانت ممكن تعمل له موك اب. موك اب اللي هو مقصود فيه تمثيل عن الشكل النهائي اللي ممكن تظهر فيه الحاله لكن بشكل مؤقت. كيف بنقدر نعمل هذا الموك اب؟ نعمل موك اب نحن بناخذ طبعه للمرضى، بعد ما نعمل طبعه للمرضى بنصبها جبسين، وبعد ما نصبها جبس بنعمل تشميع باغلاق المسافات ما بين الاسنان على المثال الجبسي، هذا بنسميه واكس اب، يعني تشميع المثال الجبسي. بعدين تؤخذ طبعه سيليكونيه شفافه مثل قوالب التبييض على الواكس اب اللي عملناه، وبعدين نيجي على المريض بنقوم نحقن هذا المثال الشفاف او القالب الشفاف اللي بيشبه قوالب التبييض اللي ماخوذ طبعته على الواكس اب على المثال الجبسي، وبنحط فيه فلوبل كومبوزيت وبنطبقه جواتم المريض بدون تخريج حمضي بدون عزل، وبنصلب عبر هذا المثال الشفاف او القالب الشفاف وبنشيله، فبنلاقي انه حصلنا على نسخه عن الواكس اب على المثال الجبسيني، وبالتالي بيقول له المريض فرج هيك رح يصير اسنان. فبطلع بالمرايه بيقول له روح جرب قدام اهلك قدام معارفك، فبالتالي انت فينك تعرف انه هذا ممكن يكون جيد ولا لا. على المثال الواكس اب ممكن ناخذ طبعه، وممكن نعمل نموذج عمل working die،
وعلى نموذج العمل نحن ممكن نعمل شيء اسمه سيليكون اندكس. هذا سيليكون اندكس طبعا من الناحية الحنكية تعطيني تماما قديش فيني عرض سن، لاحظوا هذا السن بدي يتعرض اكثر من هذا السن، وقديش بدي طولهم لهالاسنان، وبالتالي انا بقدر اعمل دليل الي اشتغل فيه على تم المريض بنسميه سيليكون اندكس. اذا عرفنا شو هو الواتساب، عرفنا شو هو الموك اب، عرفنا شو هو الوركينج داي، وعرفنا شو هو سيليكون اندكس فيما يتعلق بالناحيه الجماليه. فهون شايفين نحن سيليكون اندكس بيحدد لي تماما كيف ممكن نضيف ونحدد الاسنان. انا برايي السيليكون ممكن نلجا له في خاصه في حالات الاسنان اللي هي بيكون عندي فراغات معدده ما بين الاسنان، ممكن يكون فراغات كبيره متعدده، فبنلجا للسيليكون اندكس لانه بيعطيني قدره افضل على اعطاء الناحيه الجماليه. هلا لما نحن بدنا نبني السن ونعطي اضافه من الناحيه اللسانيه اللثويه، بحيث نقطة كتير مهمة، يجب أن تكون إضافة متمادية من الجهة اللثوية بحيث أنه ما يكون عندي أنا أندركات عشان ما يتراكم فيها لوائح الجرثومية في عندي التهابات اللثة. فممكن نعمل هذا الشيء إما بسيليكون إندكس أو نستعين بشرائط فلويد ونضيف طبقات تدريجية ونتأكد أنه ما عندي زوايد من الناحية اللثوية. طبعا سؤال هام جدا، هل نحتاج إلى شطب الميناء غير المحضرة أم لا؟ غالبا إغلاق المسافات ما بين الأسنان لا يحتاج إلى أي تحضير، إلا اللهم إذا كانت الزاوية حادة جدا ولما نضيف الكومبوز بهذا المكان حيكون حيظهر فراغ أو حيظهر منطقة الإضافة تجميليا غير جيدة، ساعتها ممكن نعمل شطب خفيف لإزالة الزاوية من أجل إعطاء ناحية جمالية جيدة في هذا الموضوع. طيب بنحط خيوط الأدرينالين من بعد اللسة وبنحط شريط الثلائيد وبنعمل، انتبه انه نحن تخريش الزمن تخريش فيما يتعلق بالمينا من زوده، لانه المينا عم تعامل معها هي ميناء سطحيه لا موشوريه عاليه التمعدن، وبالتالي ممكن نضاعف زمن التخريش، فممكن اذا كان 20 ثانيه نعمله 40. لذلك ننتبه لهذه النقطه وخاصه في الميناء غير المحضره، الميناء المحضره بيكون الارتباط معها افضل وزمن التخريش بيكون معها اقل. بنعزل الاسنان المجاوره لانه ما لنا مصلحه تجي حمض تخريش على الاسنان المجاوره، وبننهي سن على حده، افضل ما نعمل سنين سوا. حطينا المادة الرابطة مثل ما نكون شايفين طبقناها وتأكدنا المادة الرابطة دخلت لكل التفاصيل، جففنا بالهواء لمطايرة المحل وطبقنا الكومبوزيت على طبقات على السيليكون اندكس بالقياس اللي أنا بدي أعرفه اللي بدي زوده بناء على القياسات السابقة اللي عملتها، بعدين منصلب وبعدين ننتبه لموضوع الإنهاء. ننصحكم باستخدام شفرة رقم 12 وخاصة المنطقة العنقية من أجل إزالة الزوايد بدون استخدام السنابل بهالمرحلة، لأنه كتير كتير بتفيدني من خلال عدم إزالة نسج مينائية أو المبالغة في إزالة الكومبوزيت المضاف في هذا المكان. نستخدم شرائط السحر لأنه شرائط السحر كتير مهمة من أجل إعطاء نعومة جيدة، برجع بقولكم النعومة ضرورية، والشرائط السحر بستخدمها بثخانات متعددة من أجل الحصول على نتائج تجميلية جيدة. بعدين بلش ببناء السن المجاور، وبعد ما انتهي بنفس الطريقة استخدم الخيط وتأكد انه ما عندي زوايد بالمنطقة العنقية كرمال ما يصير عندي انا اي التهابات لثوية، واستخدم الخيط السني على السن الاول والخيط السني على السن الثاني بالحركة اللي انتم شايفينها صعودا وهبوطا دهليزيا لسانيا للتأكد من عدم وجود اي زوايد في المنطقة يجب ازالتها. في هناك عندي اعتبارات كتير مهمة فيما يتعلق بإغلاق المسافات ما بين الأسنان، وخاصة للتغلب من أهم المشاكل وهي المثلثات السوداء. يعني أنا بسكر مسافات ما بين الأسنان بيضل عندي هالمثلث الأسود اللي هو خالي من اللثة. الهدف الأساسي تبعي إنه لما سكر مسافة ما بين الأسنان كون أنا ناجح بشكل إني حرد اللثة إنها تنمو وتسكر المسافة. كيف بدي حرد اللثة؟ بتقول لك اللثة تنمو وتسكر المسافة إذا كان الفراغ ما بين العظم وما بين نقطة التماس لا يتجاوز 5 ميلي. إذا كان 5 ملي أو أقل هذا حيسمح اللسة إنه تتبرعم وتسكر، وبالتالي تعطينا ناحية جمالية جيدة واللسة عندها خواص تكيفية ممتازة. حأذكركم مثال على حل من خلال حالة سريرية مؤلمة من أحد الدراسات العلمية منشورة عبر الإنترنت. هاي الفراغات ما بين الأسنان تأكدنا من الحالة اللثوية بشكل جيد، تم التصميم عبر الحاسوب شو هو المثال، شو هو الطريقة المفضلة من أجل تصميم الابتسامة. النقطة الأساسية نحن نسكر الأسنان، إذا سكرنا الأسنان فراغات ما بين الأسنان بشكل مستوي بنفس المستوى تبع الثنايا، هذا رح يؤدي إنه يعطائي إحساس إن الأسنان عريضة جدا. لذلك يفضل عند إغلاق المسافات نسكرها بشكل مائل، لأنه لازم يكون العرض النهائي للسن المعرض بالكومبوزيت، بقصد في العرض الذي ينكسر عليه الضوء، مساوي للعرض الأساسي، وإلا لن يوحى إلي أن السن بنفس العرض،
وراح يظهر عندي السن عريض، لذلك مثل ما انتم شايفين مكان التقاء السطح الدهليزي مع المنطقه الملاصقه عند هذا العرض تضاف بشكل مائل، لانه لما بيجي الضوء يكسر ينكسر ويروح باتجاه افقي، عكس اذا اجى على عرض اكثر فبيرجع، وبالتالي ستراه العين ويكون المنظر غير تجميلي. لذلك تم اخذ القرار بتعريض السنين بشكل مائل. وين نقطه التماس بدها تكون؟ يجب قياس المسافه ما بين القنزة العظمية ونقطة التماس، هون عن طريق إبرة تخدير عليها محدد مطاطية، لتسي إنه هون كان 3 ميلي، فإذا نعرف إنه معنا من هون عند رأس اللثة 2 ميلي فقط لحتى نسكر نقطة التماس، لأنه إذا كان عملناها نقطة التماس مغلقة بعد 4 ميلي حتتبرعم شوي وضل عندي بلاك تري أنجل وضل ناحية جمالية غير جيدة. سيليكون إندكس انعمل بعد ما انعمل الواتساب والوركينج موديل مثل ما كنتم شايفين، تم إضافة سن إلى سن وتعريض السن الأول إنهاء وتلميعه، وتعريض السن الثاني تطويل الرباعيات بهالحالة من خلال استخدام الكومبوزيتات بالنواحي الجمالية المختلفة، إنهاء وتلميع مثل ما لكم شايفين، وبالتالي ظهرت النتيجة الجمالية، مع العلم إنه السنين أعرض بكثير من ما كانوا قبل عليه لكن لم يظهروا بهذا العرض. ليه؟ لأنه تم الإغلاق بشكل مائل، وهذا ما يدعى بالإلوجن أو الخداع البصري. إذن التشالنجز تبع الدي اس تيما اللي هو البراكت تري أنجل اللي قلت لكم كيف ممكن نتغلب عليه من خلال النقطة الأساسية اللي هي معرفة أين تتواجد نقطة التماس. نقطة أخرى للأسف أحيانا ما بقدر أتحكم فيها هي انسجام الخط المتوسط العلوي مع الخط المتوسط السفلي. أمثلة على حالات سريرية، هي المريضة قبل والمريضة بعد، من خلال الخداع قدرنا نعمل ناحية جمالية مقبولة. بالأخير إغلاق المسافات ما بين الأسنان بحاجة لاختيار الحالة بشكل صحيح، اختيار تريتمنت بلان الصحيح، سواء كان من خلال إغلاق المسافات ما بين الكومبوزيت ما بين البورسلين ما بين استخدام التقويم أو المعالجة المشتركة، اختيار المادة الجيدة سواء إذا كنا عم نعمل كومبوزيت أو سيراميك، وأيضا الخبرة الجيدة عند المريض لما نستعمل استخدام الفري هاند كومبوزيت، ونقطة هامة جدا لما نستخدم الكومبوزيت هي صرف وقت كافي من أجل إنهاء التلميع من أجل الحصول على ناحية جمالية جيدة. بتمنى ما أكون طولت عليكم وعطيتكم معلومات كثيرة، وشكرا لحسن استماعكم ويعطيكم ألف عافية.